الست دي بتطلع بالليل وكل اللي بتعمله هي انها بترقص في الشارع، واول ما تسمع خطوات رجليك هتناديك وتدعوك انك ترقص معاها، وقدامك خيارين، يا اما انك تسمع كلامها وتروح ترقص معاها وتبقى بتقضي على حياتك، والخيار التاني انك تهرب فورا. السربية الراقصة النهارده هنعرف قصتها كاملة، ويلا نبدأ. القصة اللي الناس بتقولها على السوشيال ميديا هي ان مجموعة شباب من صربيا كانوا مروحين بيتهم بالليل، فهم في الطريق كانوا معديين من قدام مستشفى وشافوا امرأة واقفة في نص الشارع، وكانت الست دي بترقص الرقصة الصربية الشعبية وطلبت من الشباب ان هم يرقصوا معاها، بس اول ما قربوا منها حصل الرعب الحقيقي. خدوا بالهم ان هي كانت ماسكة سكينة في ايديها، واول ما شافتهم طلعت السكينة وجرت ناحيتهم، فتراجعوا وحاولوا يهربوا من المكان فورا، وفضلت تجري وراهم وتحاول تهاجمهم بالسكينة، وفضلوا الشباب يهربوا منها وتوجهوا على اقرب مركز شرطة. وبالفعل اتوجهت الشرطة للمكان وبدأوا في التحقيقات، لكنهم ما لقوش أي أثر للست دي. بعدها فيديوهات الست دي فضلت تنتشر بشكل مش طبيعي على التيك توك، وخصوصا الفيديوهات اللي حوريها لكم دلوقتي. حرفيا الفيديوهات دي كسرت التيك توك وحصلت على ملايين المشاهدات، وكانت الست دي بترقص في كل الفيديوهات، وأول ما تشوف الشخص اللي بيصورها بتجري عليه وتحاول تهاجمه. والحاجة اللي كانت بتثير فضول الناس لما بيشوف الفيديوهات دي هي إن ولا واحد من سكان صربيا طلع واتكلم عن الست دي، محدش وضح الموضوع متزيف ولا حقيقة، معاد شخص واحد بس، بنت عربية ساكنة في نفس المنطقة في صربيا اللي بيتصور فيها فيديوهات الست دي. البنت دي قررت تروح نفس الشوارع والأماكن اللي بتظهر فيها الست دي في الفيديوهات عشان تثبت لمتابعينها إن الست دي حقيقية ولا لأ. ولما راحت للمكان شوفوا إيه اللي حصل معاها. كنت أنتظر العجوز اللي ترقص تطلع لها، لولا تعليقاتكم ما كنت بعرف عنها أصلا. وين العجوز؟ أنا لولا تعليقاتكم ما كنت بعرف شو هاي أصلا العجوزة. كتير كتبتولي تعليقات. عم جوليا طلعت كمان بتعرف؟ تخيلوا عن جد هاي تطلع لي. ليك أنا عم دور كمان. هدول نسيانين الكراج مفتوح، كراج السيارة. لحد دلوقتي الموضوع يبان انه طبيعي، بس طبعا المكان كان شكله مرعب شويه، كان الشوارع ضلمه ومهجوره ما فيهاش حد. بس الغريب ان متابعين البنت دي لاحظوا وجود شيء غريب ورا عربيه راكنه. لما كانت البنت بتصور طلبوا منها في التعليقات ان هي تروح لنفس المكان وتعمل جزء تاني من نفس الفيديو، وبالفعل البنت راحت وسمعت كلام متابعينها وصورت الفيديو وعملت جزء تاني. نبغى جزء تاني. انا ما انتبهت غير من التعليقات عم تقولوا لي ورا السياره ورا السياره، فاللي ورا السيارة أنا بالنسبة إلي مقتنعة أو عم بقنع حالي يا أما قطة يا أما ضو يا أما حدا عم بتغالظ معي وعم بضويلي أو عم بيصور حدا عم بتهاضم. هاي سكة القطار، تتذكروا لما صورنا هون فوق؟ بتزحلت الأرض. ليكو قد الساعة؟ 8:15 المساء. هذا البيت اللي خفتوا منه. هاي شباك، هاي باب، هو له أكتر من باب البيت. ليكو في شبابيك كتير وبواب. شفتوا قد الساعة؟ عشان ما حدا يقلي طالعة بنص الليل.
في غرفة غسيل هون. نطلع على التلفون نشوف. المنظر بخوف، عم بتخيل يطلع لي شي ضوء. رح أضوي فلاش. عتمة كتير جوا. قناتي رعب. لما بكون برا بكون كل شيء مأمن، ما تقلقوا. طبعا الكلام اللي اتنشر عن المرأة الصربية على السوشيال ميديا بكل تأكيد مش كلام مؤكد ابدا، ومفيش اي مصدر موثوق ورا الكلام ده، كلها مواقع على النت وصفحات وفيديوهات على التيك توك. وطبعا القصد هنا بمصدر موثوق ان ما طلعتش اي صحيفة صربية يعني من نفس البلد وتتكلم عن الموضوع، او اي مصدر او قناة اخبارية. وخلينا اقول لكم ان الحقيقة ان الفيديو ده اتنشر على السوشيال ميديا وبالذات على اليوتيوب في 2019، وبطريقة ما اعادوا احياء الفيديو ده على التيك توك في الفترة الاخيرة. وبالنسبة للفيديو ده اللي اتنشر في 2019 محدش قادر يحدد حقيقي ولا لا، لان برضو مفيش اي مصدر اخباري او صحيفه اكدت ان في اي جريمه قتل ورا الست دي او اي حالات اختفاء، ولسه لحد النهارده في غموض حوالين الفيديو ده. وطبعا ما نقدرش نقول ان الفيديو حقيقي بنسبه 100%، بس ممكن نقول انه حقيقي بنسبه 50%، لان مفيش اي حاجه مؤكده. وممكن ان الشباب بكل بساطه استغلت الموضوع ترند وفضلوا ينشروا فيديوهات عن الست دي عشان بس يجيبوا مشاهدات عاليه، لكن الملخص الست دي ممكن تكون حقيقيه ولكن مفيش اي دليل على وجودها. وممكن طبعا نستفيد انك في الاول وفي الاخر تتوخى الحذر من اي حد غريب في الشارع. ودي كانت حقيقة المرأة الصربية. اكتب لي في الكومنتات ايه وجهة نظرك في الموضوع، وهل تتوقع ان الموضوع حقيقي ولا مزيف؟ ولو وصلت للحتة دي في الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واكتب لي رأيك في الكومنتات. اشوفكوا في الفيديو الجاي بإذن الله.